فهذا الاستحضار هو اللي يحملك على المراقبة، وهذا الاستحضار هو الذي يدفعك لفعل الطاعة والإحسان فيها والاغتباط بها، وترى أن المنة لله عليك عز وجل دلك عليها وهيأك لها ورغبك فيها ويثيبك عليها، وهو نفسه الاستحضار هو الذي يكفك عن المعصية خجلا من الله عز وجل وتعظيما له وخوفا منه وإجلالا له وكراهة لما يكره سبحانه وتعالى وحذرا من عذابه، وأن عليك شهود ما تراهم أنت ملائكة، وأن ما تفعله مسجل عليك وتجزى به، فيكون هذا الاستحضار يكفك عن المعصية. نفسه إذا تذكرت عملك السابق من تفويت طاعة أو تسويف بتوبة، فأنت تستغفر من تفويت الطاعة وتستغفر من المعصية التي لم تتب منها. ليش؟ لاستحضارك هذا، تستحضر أصول الإيمان وبالتالي تستحضر مراقبة الله لك، تعلم أن الله عليك رقيب وأن من جنود الله من هم رقبة عليك، بل ربما أن تكون ملائكة الروح اللي يقبض الروح أنهم عندك وأنت ما تراهم، ما بعد وصلوا، ما بعد أمروا بقبض روحك. فإحتسن ينتبه لهذه